الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اغفر لنا ولسائر المسلمين ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا يا رب العالمين، وما أنت أعلم منا، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في أحكام نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، اللي هو النفقات يعني، لأن النفقة في منها ما هو واجب وفي منها ما هو مستحب، فيتكلم هنا على النفقة الواجبة والمستحب. يقول: فصل في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده، والنفقة مأخوذة من الإنفاق وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير، وللنفقة أسباب ثلاثة، يعني لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: القرابة وملك اليمين والزوجية. وذكر المصنف السبب الأول في قوله: ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين. ممكن تقول للوالدين والمولودين ليه؟ عشان يدخل الأجداد كده. للوالدين والمولودين يعني الأصول والفروع، يبقى النفقة الواجبة تكون للأصول والفروع. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يبقى دل على أنه وجب عليه ألا يضيع من يعول، يبقى وجب عليه أن ينفق عليه. أي ذكورا كانوا أو إناثا، اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، واجبة على أولادهم. فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر لهم وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب، والزمانة أو الفقر والجنون، وهي مصدر زمن الرجل زمانة إذا حصل له آفة، فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقته. يبقى بالنسبة للوالدين تجب النفقة عند الافتقار بس، لكن افرض أغنية خلاص مش واجب عليك تنفق عليه، فالفقر يكفي. يعني مش شرط كمان نقول الفقر والزمانة لازم أحدهما، لا، يعني يكفي الفقر طالما محتاج خلاص. فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم. وأما المولودون وإن سفلوا، يعني الأولاد والأحفاد، سفلوا يعني أحفادهم، فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاثة شرائط: أحدها الفقر والصغر، فالغنى فالغني الكبير لا تجب نفقته، أو الفقر والزمانة،
يا إما فقير بسبب عجز، يا إما فقير بسبب صغر. في الحالة دي يجب. طب أصبح مستغني وكبير، خلاص لا تجب النفقة عليه. فالغني القوي لا تجب نفقته، أو الفقر والجنون. فالغني العاقل لا تجب نفقته. وذكر مصنف السبب الثاني في قول ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. دي نخليها في مجلس تاني، موضوع البهائم والرقيق واجب. نشوف كلام الشيخ البيجوري في هذه الفقرة ماذا قال. قال: فصل في أحكام نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، أي كالوجوب الآتي في كلام المصنف، وجمعها المصنف في هذا الفصل لتناسبها في الوجوب بقدر الكفاية وسقوطها بمضي الزمن، بخلاف نفقة الزوجة، فلذلك أفردها بفصل وحدها على ما في بعض النسخ. لكن الذي يناسب صنيع الشارح إسقاطه كما في بعض النسخ، وعليه فكان الأولى أن يقول: فصل في أحكام النفقات، يعني مطلقا النفقات. قال: وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده، أي عن الفصل الذي بعده وهو فصل الحضانة، بناء على ما في بعض النسخ من إسقاط لفظ فصل عند الكلام على نفقة الزوجة. ووجه تأخير هذا الفصل عن الذي بعده بأن الحضانة من تعلق الإرضاع، فالأنسب ذكرها عقبه. ووجه تقديمه عنه أن الرضاع من جملة النفقة على القريب، وهو سابق على الحضانة، فناسب تقديم النفقة على القريب لاشتمالها على المقدم وهو الرضاع، وضم إلى نفقة القريب غيرها استطرادا لأجل تتميم الكلام على النفقات. يعني بعض النسخ خلت باب الحضانة الأول على أساس أن الحضانة تقتضي الرضاع، والرضاع يحتاج نفقة، فقدمه الأول ثم بعد ذلك ذكر. وبعض النسخ قدمت النفقات أولا على الحضانة. قوله: هو النفقة مأخوذة من الإنفاق، استشكله الشيخ القليوب بأن فيه اشتقاق مصدر من مصدر، وظاهره أن المصدر لا يشتق من المصدر مطلقا، مع أن المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد بخلاف العكس كما هنا. فكان الصواب كما قال المحشي أن يقول: وفيه اشتقاق مصدر مجرد من مصدر مزيد، وهو لا يصح. يعني أنفق إنفاقا ونفق نفقة، واخد بالك؟ فده كأن المصدر ده مزيد والنفقة مشتقة من المصدر المزيد، وهو لا يصح، وإنما يصح اشتقاق المزيد من المجرد العكس يعني. وأجيب بأن الشارح عبر بالأخذ، وهو أوسع دائرة من مادة الاشتقاق. أما تقول مأخوذ أوسع من أنك تقول مشتق، عشان تشمل المشتق وغيره. قول: وهو أي الإنفاق الإخراج، أي دفع ما يسمى نفقة لمن يستحق، ولا يستعمل إلا في الخير، أي كما أن الإسراف لا يستعمل إلا في غير الخير. يعني لما بيبقى ينفق في إيه؟ في غير الخير، نسموه مسرف مش منفق. لما ينفق في الخير نقول منفق. يبقى النفقة لا تستعمل إلا في الخير، ويقابلها الإسراف والتبذير، أي كما أن الإسراف لا يستعمل إلا في غير الخير. ومن بلاغات الزمخشري: لا سرف في الخير كما لا خير في السرف، وهو من رد العجز إلى الصدر. وهل هناك فرق بين التبذير والإسراف؟ بعض العلماء قالوا يعني الاثنين مترادفان، وبعض العلماء ميزوا بين التبذير، لأن الآية بتقول إيه؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال: ولا تسرف، الذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قوام. فجاء في النفقة جعل حدها الاعتدال، يعني لا يبخل ولا يبالغ، والنفقة معروف إنها في الأمور الخيرة. يبقى التبذير، عشان كده العلماء وجدوا أن هناك فارق دقيق، أن التبذير يكون في إنفاق المال في المحرم، أما الإسراف يكون في المبالغة في المباح. يبقى لما يبالغ في المباح يسموه مسرف.
لما ينفق ولو قليل في الحرام يسموه مبذر. فلو قلنا التدخين حرام يبقى اللي بيشتري علبة سجاير مبذر، ما يوصفوش مسرف. إنما ما يكون عنده زوجة وعيلين وعايز يجيب لهم فاكهة يروح يجيب لهم 20 كيلو، يبقى ده إسراف. كفاية 2 كيلو حلوين انت زوجتك وابنك يعني أسرة صغيرة في الحجم، فما تجيب على قد الأسرة. ينزل يجيب لهم عشاء، يجيب لهم ايه 100 رغيف، هما 3 انفار هياكلوا ايه 100 رغيف، فهمت؟ طب ما هو العيش مباح بس ده إسراف. إنما التبذير إنه ينفق في المحرم ولو قليل يسمى مبذر، وده فرق دقيق تاخد بالك منه. قوله وللنفقة أسباب 3، يعني أسباب وجوب النفقة. ولا يرد على الحصر أنه تجب نفقة الهدي والأضحية المنذورين على النادر مع خروجهما عن ملكه بالنذر، لأنه من استصحاب الملك فهو داخل في الملك بحسب ما كان. وكذلك لا يرد أنه تجب النفقة على حصة الفقراء في الزكاة بعد الحول وقبل الإخراج على المالك مع خروجه عن ملكه بالحول لما ذكر. يعني هو عايز يقول لك إن الشيخ هنا قال لك إن إيه تجب النفقة إيه لأسباب 3، القرابة وملك اليمين وإيه والزوجية. قال لك طب ما في نفقة بتجب لغير الأسباب الثلاثة دي، وبيدي لك أمثلة. لو واحد نذر أضحية خرجت بالنذر من ملكه إلى ملك الله، يجب عليه أن ينفق عليها حتى يأتي وقت ذبحه، تبقى نفقة واجبة وإن كان هي مش في ملكه لأنها خرجت. ده مثال يعني. ومثال تاني عايز يقول لك برضو، إن الإنسان لما تجب عليه الزكاة، المسلم الغني لما يجب عليه الزكاة بيخرج مال الزكاة عند حولان الحول. فإذا كانت زكاة حيوان وأنا علي أخرج الجمل ده زكاة أو الشاة دي زكاة، فبمجرد حولان الحول خرجت من ملكي لأنها بقت ملك الفقير، ويجب علي أن أنفق عليها حتى يأخذها الفقير. واضح؟ فدي أمثلة من إيه، من بعض النفقات اللي ممكن تخرج من ملكك لكن يجب النفقة عليه. يبقى هنا ليس على سبيل الحصر ولكنها على سبيل إيه الإجمال فقط وليس على سبيل الحصر. قول القرابة وملك اليمين والزوجية. إن طبعا إحنا دلوقتي ملك اليمين ما بقاش موجود في زماننا علشان موضوع الإيه، إن ما بقاش في رق، ما بقاش في عندنا نفقة واجبة دلوقتي إلا بالزوجية والقرابة بس، لكن ما بقاش بقى في ملك يمين خالص. يقول إنما قدم القرابة على الملك والزوجية لأنها قد تسبق عليهما. طبعا القرابة بتسبق الزوجية، الإنسان قبل ما يتجوز ليه أب وليه إخوات وليه أم، فبتسبق. كما في والد طفل غني بنحو وصية أو بموروث. يعني افرض واحد عنده ابن صغير طفل، هذا الابن غني بوصية، عمه كان غني وما أنجبش فوصى لابن أخوه اللي هو الطفل الصغير ده بثلث تركته، ومات الراجل العم، فأصبح الواد ده بقى عنده مليارات وملايين ومليان، فأصبح غني. مش واجب على أبوه بقى ينفق عليه لأنه بقى غني، لكن فقط يشرف على النفقة عليه لأنه صغير. نظام الحجر، الحجر إيه للصغر فقط، لكن مش واجب عليه ينفق لأنه صار غنيا بوصية. واخد بالك؟ أدي مثال يعني. كما في والد طفل غني بنحو وصية، أوصية أو هبة يعني، ممكن وصية هبة أو كسب مكافأة أو أي حاجة من الحاجات اللي ممكن تحصل، أو بموروث أو وارث أيضا. يعني طفله ده ورث أمه، الأم ماتت
وكانت تاركة أموال طائلة كسبها هذا الطفل وخدها إرثا، يبقى لا يجب على أبيه أن ينفق عليه لأنه أصبح غني بالإرث، واخد بالك؟ لكن إيه؟ فقط يشرف على النفقة من باب الحجر والولاية، ولأن القريب جزء المنفق فاعتنى بها لشرفها. وبعضهم قدم الزوجية على القراب والملك نظرا إلى قوة اللزوم فيها لكونها لا تسقط بمضي الزمن. وبعضهم ينظر للزوجية إن هي أصل القراب، هي لولا زوجية ما كانش بقى في قراب، مش كده برضو؟ يعني القرابة دي فرع الزوجية، الزوجية هي الأصل. فبعضهم قدم الزوجية على أساس هي الأصل، لولا الزواج ما كانش هيبقى في قرابة. يعني هي بتبقى وجهات نظر عند الفقهاء. والزوجية نفقتها لا تسقط بمضي الزمن، يعني إيه؟ يعني المرأة تاخد النفقة الواجبة ليها بأثر رجعي. يعني لو ترك ينفق على زوجته عدة سنوات عليه ان هو يحسب كل ما فات ويدولها مره واحده، لا تسقط باثر رجعي. انما اللي على غير الزوجيه ممكن تسقط باثر رجعي. يعني كان ليه طفل وسابه واعمامه ربوه مع اولادهم، وهو كان مسافر طول المده دي، رجع لابنه يتخرج من الجامعه، مش واجب ان هو يحسب له السنين اللي فاتت دي كلها، يديله ما فات، لا مش واجب عليه، خلاص هي تمت والحمد لله. قوله: وذكر المصنف السبب الأول أي الذي هو القرابة، قال: ونفقت العمودين أي الأصول والفروع، العمودين اللي هم إيه؟ الأصول والفروع. سمي بالعمودين تشبيها بعمودي الخيمة في الاعتماد، فإنهم يعتمد عليهم كما يعتمد على أعمدة الخيمة من الأهل أي الأقارب، وخرج بالأصول والفروع غيرهما لسموم الحواشي. أما أهل الأصول والفروع خرج الإخوات، وخرج الأعمام والعمات والخالات، وخرج كل دول، كويس؟ وخرج بالأصول والفروع غيرهما، وخرج بالأصول والفروع غيرهما من سائر الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة، ويشترط في كل من الأصول والفروع الحرية والعصمة. طبعا لأن لو ليه أصول وعبيد يبقى النفقة واجبة على أصحاب العبيد، مش كده برضو؟ لأن النفقة واجبة على السيد العبد، فلا يبقى يشترط كمان الحرية عشان يجب النفقة والعصمة. فخرج بالحرية الرقيق فلا تجب نفقة له ولا عليه ولو مكاتبا ومبعضا. أما عدم وجوبها له فلأن نفقته على سيدي، وأما عدم وجوبها عليه فلأنه أسوأ حالا من المعسر، وهو لا تجب عليه نفقة قريبه. ولو مكاتبا يعني، طب ليه برضه المكاتب؟ قال له لأنه أسوأ حالا من المعسر، وهو لا تجب عليه نفقة قريبه. نعم المبعض تجب له بقدر ما فيه من الحرية. افرض أبوه أو ابنه رقيق مبعض، يعني ايه مبعض؟ يعني نصفه حر ونصفه عبد، يبقى يوم حر ويوم عبد، يبقى يوم الحرية يجب عليه انه ينفق عليه، ويوم العبودية يبقى النفقة على سيدي. ادي معنى المبعض. والباقي على سيده بقدر ما فيه من الرق، وتجب عليه نفقة كاملة لقريبه لتمام ملكه، فهو كحر الكل على المعتمد خلافا لبعضهم. وخرج بالعصمة غير المعصوم، يعني لازم كمان يبقى ايه؟ حر ومعصوم. ايه العصمة؟ ممكن يخرج غير المعصوم، يعني حربي، يعني عايش في بلد، الأب عايش في بلد بتعادي المسلمين، بلد فصار حربيا، يبقى غير معصوم. خدت بالك ازاي؟ يعني مش معصوم انت. فلا تجب نفقة حربي ومرتد مطلقا، او ارتد وتارك صلاة بعد امر الامام، وزان محصن اذ لا حرمة لهم، لان الزاني المحصن في حكم ايه؟
انه مهدر الدم، بس كل الحاجات دي عايزه حكم قضائي. عايزه ايه؟ حكم قضائي، يعني مش انت اللي تقرر، والا لو سيبنا الوهابيه قرروا هيكفروا كل المسلمين، مش كده برضه؟ ده في بعض العيال الوهابيه مكفرين ابائهم وامهم، عشان ابوه وامه بيصلي مثلا في مسجد فيه ولي مدفون، يعتبر ابوه وامه دول كفار. فالمساله مش كده، فالحكايه لازم بحكم قضائي. إذ لا حرمة لهم. وقال الشيخ ابن حجر: تجب للزاني المحصن لعذره بعدم قدرته على إحصان نفسه، فيكون مستثنى من غير المعصوم وهو المعتمد. يعني بعضهم إيه، زي الشيخ ابن حجر الهيتمي، لما يقول لك ابن حجر هنا في كتب الفقه يبقى الهيتمي، مش إيه، مش ابن حجر العسقلاني. تجب يعني النفقة للزاني المحصن لعذره بعدم قدرته على إحصان نفسه، فيكون مستثنى من غير المعصوم وهو المعتمد. قوله واجبة للوالدين للوالدين والمولودين، بكسر الدال فيهما أحسن، للوالدين والمولودين. هو قال لك في الشرح برضو اكسر الدال أحسن، عشان يدخل إيه الفروع، الأصول وإن علوا والفروع وإن سفروا. بكسر الدال فيهما على صيغة الجمع كما يصرح بقوله: فأما الوالدون إلى آخره، وأما المولودون إلى آخره. والدليل على وجوبها للوالدين قوله تعالى في حق الأبوين: وصاحبهما في الدنيا معروفا. يبقى الأب المرتد لا يجب النفقة عليه، والأب الكافر يجب النفقة عليه، كافر الأصلي. واضح؟ يبقى في فرق بين الكافر الأصلي والمرتد. الكافر الأصلي يجب النفقة عليه، عشان ربنا قال إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهم، لكن صاحبهما في الدنيا معروف. علة المرتد إن هو أسوأ حالة من الكافر الأصلي وغير معصوم. ما علشان نقول إن غير معصوم بقى حكاية عايز حكم قضائي. وصاحبهما في الدنيا معروفا، ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما. وخبر أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم. والأجداد والجدات ملحقون بهما في ذلك. والدليل على وجوبها للمولودين قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ربنا قايل ايه الدليل على المولودين؟ قول الله: فان ارضعن لكم فاتهن اجورهن. من اجل ايه؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال والمولود له برضه. اذ ايجاب الاجره لارضاع الاولاد يقتضي ايجاب نفقتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه الشيخان. ستنا هند لما كانت زوجة لأبي سفيان، وكان أبو سفيان رجل إيه؟ شحيح، يعني ممسك شوية، يعني عايز يأكلهم مرة في اليوم، يأكلهم يوم بعد يوم كده، لأنه كان تاجر يغلب عليه التجارة، وتملي الناس اللي يغلب عليهم التجارة تلاقيهم مسكين شوية، لأنه بيبقى عايز المال يولد مال، مش عايز ينفق المال من غير ما يولد مال، تاجر كده، دي نظرة التاجر تملي. فأبو سفيان كان راجل بقى يعني شبندر التجار بقى، فطبعا ايه يعني كان ينظر للمال نظرة فيها نوع من الايه الشح شوية. ستنا هند عندها اولاد وعايزة تنفق، فراحت ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له ذلك، فقال: خذي بالمعروف، يعني حتى من وراء بس بالمعروف، يعني بلا اسراف، تاخدي بقدر حاجة الاولاد. قولوا: اي ذكورا كانوا او اناثا. أشار الشارح بذلك إلى أن في صيغة جمع المذكر تغليبا، فإن المراد بالوالدين ما يشمل الذكور والإناث وإن علوا ولو من جهة الأم، وبالمولودين ما يشمل الذكور والإناث وإن سفلوا ولو من جهة البنات.
قول اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، فلا يضر في ذلك اختلاف الدين، فيجب على المسلم نفقة الكافر المعصوم مش الكافر الحرب. أبوه كافر حرب ما ينفقش عليه لأنه مش معصوم، خدت بالك؟ فيجب على المسلم نفقة الكافر المعصوم وعكسه لعموم الأدلة. عكسه يعني إيه؟ يعني وعلى الكافر المعصوم النفقة على أبنائه وأبائه إيه المسلمين كذلك، أدي معنى واحد. ولوجوب الموجب وهو البعضية كالعتق ورد الشهادة، لأن خد بالك إن وجوب البعضية دي إنه ده بعضه، لأن الفرع بعض للأصل، مش كده برضو؟ والأصل كل بالنسبة للفرع، وعلشان كده يعتق عليه. يعني لو واحد اشترى ابنه وهو عبد يعتق في الحال، لو الابن اشترى أبوه رقيق يعتق في الحال، ولا يقبل الشهادة عليه. ليه؟ لأن لوجود الشفقة ممكن تجعل الشهادة مجروحة. فكل الحاجات دي علشان كده بيقول ولوجود الموجب وهو البعضية كالعتق ورد الشهادة. فإن قيل هل كان وجوب النفقة كالميراث في اشتراط اتفاق الدين؟ قال لك طب اشمعنا في الميراث قلنا اتفاق الدين في الميراث، لكن في النفقة قلنا ما يشترطش اتفاق الدين. أجيب بأن الميراث مبني على الموالاة والمناصرة، ولا موالاة ولا مناصرة عند اختلاف الدين، والنفقة مبنية على الحاجة، إن دي حاجة متكررة، كل يوم بيجوع، كل شتاء عايز هدوم يتغطى بيها، كل صيف عايز هدوم تليق بهذا المكان، محتاج الإنسان مأوى يأوي إليه كل يوم ويبيت فيه مسكن. والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والنفق والسكن والعلاج كمان، واخد بالك؟ هي دي النفقة الواجب لازم تتحمل، وإذا كان فيها دراسة والدراسة والمذاكرة والحاجات دي كلها، إذا كان في الدراسة كل دي بتدخل في النفقة. يبقى بتختلف الأمور الواجبة في النفقة باختلاف الأعراف واختلاف الأزمان. كان زمان مثلا ما كانش في حكاية وجوب النفقة على الدراسة دي، لأنه ما كانش في مدارس ولا رسوم ولا، العيل من دول يتولد يروح يصلي في الجامع، يلاقي الجامع حلقات علم يحضرها يتعلم لوحده، كان النظام كده. بعد كده بقى في مدارس ومعاهد وكليات وبتستوجب نفقات، يبقى دخلت في ايه؟ في النفقة ايضا. فبيقول الفرق بين ان الميراث يشترط في اتفاق الدين وعند اختلاف الدين، لان الميراث مبنى الموالاة والنصرة، لكن النفقة مبناها الحاجة، ان ده محتاج والحاجة متكررة وهي موجودة عند الاتفاق وعند الاختلاف. الحاجة موجودة سواء كانوا متفقين في الدين أو مختلفين في الدين، فده بيجوع وده بيجوع، الكافر يجوع والمسلم يجوع، الكافر عايز سكن وده عايز سكن والمسلم عايز سكن، وهكذا. فمحتاجين. قول واجبة، هذه الكلمة مكررة، فكان الأولى إسقاطها على أولادهم أي وعلى أصولهم، ففي اكتفاء على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحرة أي والبرد. والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك. يبقى المعترض في النفقة انك انت تدي ما يكفي، كويس؟ والكفاية دي بتختلف باختلاف ايه؟ كل واحد. يعني ممكن ما يكفي القوي غير ما يكفي الضعيف. عندك ابن ضعيف، العدل في النفقة في الأولاد مش برقم المنفق، لا، بأنك تدي لكل واحد ما يكفيه، هو ده العدل. أنا عندي واحد من ولادي ما بيشبعش إلا لما يأكل ثلاث رغيفة، واحد تاني بيشبع لما يأكل نص رغيف، خلاص يبقى أدي لده ثلاث رغيفة وأدي لنا نص رغيف، لأن هو العدل إن أنا أدي ما يكفيه. عندي واحد من ولادي جسمه صغير كده نحيف، أجيب له بدلة مترين تعمل له بدلة، التاني ما شاء الله هجمة كده لازم أجيب له 4 متر عشان يعمل بدلة، يبقى أجيب لده 4 متر يعمل بدلة وأعمل جيب لده 2 متر يعمل بدلة، مش علشان أعدل أقوم أجيب لده 2 متر ويقوم يطلع له بدلة شورت، أقول له ما هي كده ما ينفعش.
الطريقة دي غلط. في ناس بتفتكر ان النفقة بالارقام، يجي بعض الابناء يحسبوا لاولادهم لابائهم كده يقول له انت جبت لاخويا الكبير لما اتجوز شقة 4 اوض، انت المرة دي اما اتجوزت انا بعديه ب20 سنة جايب لي شقة 3 اوض بس. طب ما هو ال4 اوض ايامها من 20 سنة كانت ارخص 1000 مرة من شقة 3 اوض دلوقتي، فانت ما تريكش ابوك. فهمت ازاي؟ هو جاب له 4 اوض كانت دي المتيسرة وكانت سهلة والاسعار رخيصة. دلوقتي الدنيا غلى، انت عايز شقة وخلاص، شقة تاكلها شقة تسكن فيها، شقة تاكلها شقة فول وطعمية، شقة تسكن فيها حاجة تأويك وخلاص. ما يقعدوش يعني ايه يعملوا مشاكل مع ابائهم. يعني يكون عنده ابن الحمد لله معافى، ما عندوش مرض مزمن مش محتاج علاج شهري، وعنده ابن تاني مريض بيحتاج علاج شهري يكلفه، ده بيحتاج علاج شهري 1000 جنيه والتاني الحمد لله معافى، يبقى يديله بدل 1000 جنيه زيادة عشان ده محتاج العلاج اللي بيجيبه ده طول الشهر، وهكذا. يبقى دي النفقة المقصود فيها الكفاية، انك تديله ما يكفي، لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ويجب إشباعه إشباعا يقدر معه على التردد والتصرف، ولا يجب ما زاد على ذلك وهو المبالغة في إشباعه. يبقى لما يأكله يأكله أكل يديله قوة، لا يبقى جعان هفتان ولا يبقى عنده تخمة، أكل معتدل. خدت بالك؟ لأن التخمة هتضعفه، وبرضه قلة الطعام الغير كافي يضعفه في الحالتين. ولا يجب ما زاد على ذلك وهو المبالغة في إشباعه، نسميه احنا التخمة أو التخمة بفتح الخاء وإيه وتسكينها، كما لا يكفي سد الرمق. يقول له بحسب ابن آدم لقمتين، أي لقمتين يسد بها رمق. ده من باب التربية للنفس برغبة النفس على ألا تضعف البدن، ليها القيود دي، وكل واحد إيه أعلم بثلثه. فهمت إزاي؟ مش تقول بقى ثلث طعامك أنت الثلث بتاعك حب، لا ما ينفعش الطريقة دي، لأن يعني في بعض الناس بخيلة وتصدق إن عندها بعض النصوص الشرعية تعينها على البخل. ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، هو عاجبه ليه الحديث ده؟ عاجبه قوي يعني عشان ما يجيبلهمش لحمة. ليه؟ لأنه يوافق طبعه. ما ينفعش الطريقة دي، ما تنفعش. ولا يجب ما زاد على ذلك وهو المبالغة في إشباعه، كما لا يكفي سد الرمق، ويعتبر حاله في سنة في سنه وزهادته ورغبته، يعتبر كمان حاله في سنه، يعني في سن الشباب يحتاج يأكل كتير عشان بيبذل مجهود، لما بيكبر شوية رغبته الأكل بتقل شوية، ما يجراش حاجة، كل واحد على حسب سنه يعني وزهادته ورغبته. ويجب له الأدم والكسوة والسكنة ومنأة خادم كمان. الأدم اللي هو الحاجة اللي بيحطها في الخبز اسمه الإدام، أي حاجة توضع في الخبز يسموه إدام، المصريين يقولوا عليه الغموس مش كده برضو، وبيسموه الإدام برضو في اللغة بتاعتنا يعني احنا عندنا في الريف المصري يقول لك الإدام، فين الإدام؟ يعني طبخين ايه النهاردة؟ ادي الإدام. ويجب له الأدم والكسوة والسكنة ومؤنة خادم، إذا كان إحنا أصلا متربين في بيوت فيها خدام يبقى لازم كمان ابنك ده توفر له مؤنة خادم، لأنه اتربى بالطريقة دي. وأجرة الطبيب وثمن أدوية احتاجها ونحو ذلك. فإن حملت النفقة في كلام المصنف على المؤنة شملت جميع ذلك، ولا تجب إلا على الغني بما زاد على عن مؤنة ممونه يوما وليلة وإن كان عليه دين، ولا تجب هذه النفقة إلا على الغني بما زاد عن مؤنة ممونه يوما وليلة وإن كان عليه دين، ويباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغير لأنها مقدمة على الدين. يعني حتى لو كان عليه ديون فالنفقة العاجلة اللي هي الأكل والشرب لمن يجب عليهم مقدمة على تسديد دينه. وللحاكم بيع جزء من ماله
لغيبة المنفق أو امتناعه ولا تصير دينا عليه بمضي الزمن. يعني النفقة دي فوت عليهم وجبة من الوجبات يوم من الأيام ما أكلوا، ما يجوش في رمضان يقولوا له يا بابا احنا بناكل 3 وجبات كل يوم في الشهر، بس في رمضان بناكل وجبتين بس، عايزين 8 الوجبة الثالثة. ما ينفعش، خدت بالك؟ ليه؟ يعني لما تفوت مش واجب عليه ان هو يدفع. ولا تصير دينا عليه بمضي الزمن، وان تعدى المنفق بالمنع، ولو كان حتى متعدي بالمنع لا يجب عليه، بل تسقط بمضي الزمان الا نفقة الحامل فانها لا تسقط بمضي الزمان، وان جعلناها للحمل لانها المنتفعة بها فكانت كنفقتها. نعم، ان اقترضها القاضي او مأذونه او مأذونه عليه لمنعه او غيبته صارت دينا عليه. يعني النفقة على الحامل، افرض هو امتنع عن النفقة عن الحامل وكان مسافر، فالحاكم له ان هو ينفق على الحامل وقت غيابه دينا عليه، ولما يجي ياخد هذا الدين منه. كويس؟ حتى لو كانت الحامل ناشز؟ حتى لو ناشز، عشان الحامل، هي لو المرأة حائل تسقط نفقتها بالنشوز، لكن لو حامل لا تسقط نفقتها، واخد بالك؟ تغليبا لمصلحة اللي في بطنها. ما هو حامل عكسها ايه؟ حائل. حائل يعني غير حامل. وكذلك لو لم يكن هناك حاكم واستقرض وأشهد، أما إذا لم يشهد فلا رجوع عليه. يعني افرض إن إيه؟ إن مفيش حاكم، لكن واحد من أهل الحي، المرأة حامل وزوجها مسافر، ما بيبعتلهاش فلوس، قام الراجل من شهامته بقى يوديها للدكتور يعمل لها متابعة حمل ويجيب لها الطعام بتاعها لحد ما الراجل يجي، حسن عشرة يعني. لو لم يشهد مالوش ان هو يطالبه بما انفقه، لكن لو اشهد يطالبه، واخد بقى؟ عشان الشهود يثبتوا، يثبت، لان لو ادعى انه انفق طب ايه اللي يثبت؟ فهمت ازاي؟ عشان كده واستقرض واشهد، اما اذا لم يشهد فلا رجوع عليه، ما يرجعش على الزوج يعني بالله. وله أخذها من ماله وإن لم يكن من جنسها، وللأب والجد أخذها من مال محجورهما بحكم الولاية. الأب والجد اليوم إن هم ياخدوا النفقة من مال من يتولوا أمره بحكم الولاية وينفقوا عليه، ياخدوا منها وينفقوا عليه. ولهما إيجاره لأجلها لعمل يطيقه ويليق به، وممكن كمان يشغل الابن اللي تحت ايده ده اللي هو الواجب ينفق عليه، طالما في ايده صنعة يشتغل وينفق على نفسه من عمله، واضح؟ بشرط ان يطيق هذا العمل ويكون العمل ده يليق به كمان، حتى لا يكون عمل ممتهن. بخلاف الام والفروع فليس لهما اخذها من ماله لعدم الولاية. نعم، يولي القاضي الابن الزمن إجارة أبيه المجنون إذا صلح لصنعة لأجل نفقته. القاضي ممكن يخلي الابن اللي هو أصبح وليا على أبيه لجنون، إنه يجعل أبيه يعمل في صنعة مع وجود هذه العاهة فيه، حتى يتولد من صنعته هذه مالا ينفق به على أبيه. ممكن هذا، واضح؟ بس يكون بمعرفة القاضي. ويجب على الأم إرضاع ولدها اللبأ بالهمز والقصر، وهو اللبن النازل أول الولادة. اللبن النازل في أول الولادة يسموه اللبأ. وهو اللبن النازل أول الولادة لأن الولد لا يعيش بدونه غالباً. يقال انه ده مليان ايه؟ اجسام مضاده بتقوي مناعه الطفل وتمنع الامراض، اللي هو اول
ايه حاجه نازله في ثدي المراه بعد الولاده، لان الولد لا يعيش بدونه غالبا او لا يقوى ولا تشتد بنيته الا به، ومدته 3 ايام، وقيل 7، وقيل يرجع في قدره الى اهل الخبره. ثم بعد ارضاع اللبأ ان لم يوجد الا الام او الاجنبيه وجب علي الارضاع ابقاء للولد، وان وجدت الام والاجنبيه لم تجبر واحده منهما على ارضاعه حتى الام وان كانت في نكاح ابيه، لقوله تعالى: وان تعاسرتم فسترضع له اخرى. وان رغبت في ارضاعه فليس للاب منعها لانها فليس للاب منعها لانها عليه اشفق ولبنها له اصلح. نعم، ان تبرعت الاجنبيه مع طلب الام للاجره او طلبت دون ما طلبته الام كان له منعها. يعني لو ام اللي هترضع ايه عايزه تاخد اجره زياده عن لو واحده اجنبيه هترضعه، والزياده دي الاب لا يستطيع ان يدفعها، له ان هو يمنعها ويدي للاجنبيه الارخص. ولا تزاد نفقتها للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء، لأن نفقتها لا تختلف باختلاف حالها واحتياجها. قول: فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم. هو الوقت العشاء، طب يلا أقل أذن الأول، يلا أذن حد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
يقول قوله فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم، أي على الفروع يعني على أبنائهم، وأبنائهم هنا يدخلوا فيهم إيه؟ البنات والصبيان. يعني افرض بنت أمها محتاجة والبنت عندها مال وغنية، يجب عليها أن تنفق على أمها، مش شرط الذكورة يعني في وجوب النفقة، لكن البنت تنفق على ما على أمها من مالها لا من مال زوجها. واضح؟ لو حبت تنفق عليهم مال زوجها لابد من إذن الزوج، إلا أن يكون زوجها بقى إيه؟ يعني في قرابة بينه وبين أمها، تكون هذه الأم مثلا تكون لها علاقة قرابة، خالة له أو شيء من هذا، أو كانت يعني أعطته مالا لينفق عليها فصار يعني مؤتمنا على مالها، يعني لها ظروف. لكن ايه، اصل في ناس متصورين ان البنت عمرها ما يجب عليها انها تنفق على امها ولا ابيها، لا، يجب عليها ان كانت غنيه بس بشرط ان يكون من مالها لا من مالي. والوقت احنا بقينا في زمن كثير من النساء عندهم اموال بسبب انهم بيعملوا وعندها دخل شهري، فيبقى في الحاله دي لها مال خاص، من مالها الخاص ممكن انها تنفق على فروعها واصولها، أي على الفروع، ولو تعدد المنفق من الفروع كابنين أو بنتين وجبت عليهما بالسوية إن استويا. يعني افرض ليها بنتين أو ابنين، ممكن يتقاسموا النفقة على الأم وعلى الأب. وجبت عليهما بالسوية إن استويا كالمثلين المذكورين، فإن اختلف في القرب فعلى الأقرب. يعني ليها ابن وليها حفيد، الابن اقرب من الحفيد، يبقى الابن ينفق قبل الحفيد. كويس. ولو غير وارث كابن بنت، ابن البنت ده ما بيورث، لكن برضو ايه، لو ما فيش غيره يجب عليه ان ينفق. كابن غير وارث كابن بنت مع ابن ابن، مع ابن ابن ابن. ولو أنثى غير وارثة كبنت بنت مع ابن ابن ابن، وإن استويا في القرب واختلف في الإرث فعلى الوارث كابن ابن مع ابن بنت، وإن تفاوت في الإرث كابن بنت، فوجهان المعتمد منهما أنها عليهما بحسب قسمة الإرث، نصيب الإرث. وقيل بالسوية وهو ضعيف. يبقى في وجهين، يعني الأم أنجبت ولد وبنت واحتاجت، يبقى الابن ينفق ضعف على أمه، ضعف ما تنفقه البنت. وفي وجه آخر بالسوية، رأس برأس، وجه أظهر. كويس. قوله بشرطين، أي بأحد شرطين، كما يدل عليه تعبير المصنف بأو، والمراد بالشرط مجموع الأمرين، الفقر مع الزمانة أو الفقر مع الجنون، على ما قاله المصنف وهو ضعيف. على فكرة مش شرط يعني ان يبقى فقير وعاجز، يكفي انه يبقى فقير بس. فهمت بقى؟ والمعتمد انه لا يشترط انضمام الزمانة او الجنون الى الفقر، لان الاصول لا يكلفون الكسب. يعني حتى لو الاب سليم معافى ومش عايز يشتغل، ولاده كلهم بيشتغل، ليه يقعد في البيت ينام كده ويقول لهم انفقوا عليه؟ مش يقولوا انت تقدر تشتغل وانت سليم اهو، انت نايم في البيت واحنا تعبانين، لا، ينفقوا عليه. يعني لا يشترط عليه حتى لو كان عنده القدره على الكسب ان هو يخرج يتكسب علشان ايه، ويمتنع عن النفقه عليه بسبب ان هو عنده القدره على الكسب وامتنع. بخلاف الفرع، بخلاف بقى الفرع، الابن بقى قادر على الكسب ونايم في البيت، ولا ابوه انفق عليه، يقول له مش عارف. الأب الابن لا. فهمت بقى؟ بخلاف الفروع، لأن الله تعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب مع كبر السن. قول الفقر لهم أي للوالدين، وهو أي الفقر عدم قدرتهم على مال أو كسب. تعريف الفقر إيه؟ عدم القدرة على مال أو كسب. فالقدرة بالكسب كالقدرة بالمال على ما سيأتي.
وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا زكاة لذي مرة قوي. لذي مرة قوي يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تتصدق وتدي زكاة لواحد قوي البدن وعنده صنعة وقاعد في البيت، ما تدلوش زكاة، ده يروح يشتغل، انما ما يبقى عاجز معلش، ده من ناحية الزكاة. لأن تعريف الفقر عدم القدرة على المال أو عدم القدرة على الكسب، الاثنين أو أحدهم. والزمانة بفتح الزاي وهي الآفة التي تمنع من الكسب، كما يؤخذ من كلام الشارح، ومنها المرض والعمى، يعني عنده أي عاهة أو عجز ببدنه لا يجعله قادرا على أنه يتكسب. والمعتمد أنها ليست شرطا كما علم، وهي أي الزمانة، وقوله إذا حصل له آفة أي تمنعه من الكسب. فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم، أي لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال كما مر. لكن إن كان المراد أن معهم كسبا بالفعل فهو مسلم، بل هو حينئذ داخل في المال، وإن كان المراد الكسب بالقوة فهو غير مسلم. زي ما قلنا ممكن الأب يبقى قادر على الكسب ويقعد ويقول لأولاده يتفقوا عليه، فتبقى غير مسلم لو هي المسألة، لكن مسلم لو كان عنده مال شايله أرصدة وبعدين يقول لهم انفقوا عليه. طب ما انفق من رصيدك، لما تخلص الرصيد يبقى انفقوا عليك. وإن كان المراد بالكسب بالقوة فهو غير مسلم، لأن قدرة الأصول على الكسب لا تمنع وجوب نفقتهم زي ما قلنا على الفروع، بخلاف العكس، بخلاف قدرة الفروع على الكسب أنها تمنع وجوب نفقتهم على الأصول. قوله أو الفقر والجنون، أي فتجب نفقتهم مع الفقر والجنون لتحقق احتياجهم، لتحقق احتياجهم حينئذ. والمعتمد أنه لا يشترط الجنون، كما أنه لا يشترط الزمانة، احنا قلنا الفقر بس كفاية. والذي يشترط إنما هو الفقر بمعنى عدم المال وعدم الكسب بالفعل، فعلى مقتضى كلام المصنف بالمفهوم لا تجب للفقراء الأصحاء ولا للفقراء العقلاء، لأنه وإن وجد الفقر لكن فقدت الزمانة والجنون على المعتمد تجب لهم، لأن الشرط الفقر فقط. يبقى ما كانش حقه يعني يقول لك إيه الفقر والزمانة والفقر والجنون، قال لك خلاص هو الفقر كفاية في الفروع في الأصول، الفقر كفاية، فهمت؟ طالما محتاج ما تستناش اما يتجنن او يعجز، تنفق عليه على طول. ولا انت تفضل تمتنع عن النفق عليه لحد ما يتجنن وبعد كده تنفق عليه؟ ما يصحش، لان اهلك وصاحبهما في الدنيا معروف. قول واما المولودون وان سفلوا فتجب نفقتهم على الوالدين، فإن تعدد المنفق من الوالدين كأن كان له أبوان فعلى الأب نفقته دون الأم. له أبوان يعني إيه؟ يعني ليه أب وأم، الأم غنية وأبوه ما شاء الله غني، والأم لها مال بيجيها من جهة كسب والأب له كسب، تعددت هنا تبقى فعلى الأب نفقته دون الأم. فإن كان له أجداد أو جدات فعلى الأقرب منهم أو منهن، يعني جده لأبيه عايش وجده لأمي عايش وأبوه ميت، يبقى الجد لأب هو اللي ينفق أولى من الجد لأم، وهكذا. وإن كان له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل، يعني أبوه محتاج نفق فقير، جده عايش اللي هو أبو الأب وأبناء الأب ده عايشين اللي هم أحفاد الجد، تجب على الأحفاد للأب ولا تجب على الأجداد لهذا الأب؟ فهمت إزاي؟ يقول لك الابن أول، الابن هو اللي ينفق على أبوه، ما نستناش الراجل الكبير العجوز قوي هو اللي ينفق على إيه؟ على ابنه. وإن كان له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل، لأنه أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته. وإن تعدد المنفق عليه بأن كان له محتاجون من الأصول أو الفروع أو منهما ولم يقدر على كفايتهم
افرض بقى ان هو الانسان المكلف ده المسلم ده اللي عايز ينفق، عنده اب عايز ينفق عليه، وعنده ام، وعنده اولاد، وعنده احفاد، وعنده زوجات، ولو هيقوم بكل دول ماله مش هيكفي، يقوم يقدم مين؟ الترتيب الاولويات بقى، ترتيب الاولويات. فهمت بقى المساله؟ فبيقول هنا ولم يقدر على كفايتهم، قدم نفسه ثم زوجته وخادمها ثم الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن أقرب بأن كان له أب وأم وولد قدم الولد الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير، يبتدي بالأضعف يعني. لكن لو يستطيع أن يوفي الكل يبقى يجب عليه توفية الكل، لأنه كما أحسن الله إليه يحسن إلى من وجب عليه. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. مش كده برضو الآية كده؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، بدأه بالأصول. مش كده برضو قوله بثلاثة شرائط، أي بأحدها كما يدل عليه تعبير المصنف بأول، مراد بالشرط مجموع الأمرين، الفقر مع الصغر أو الفقر مع الزمانة أو الفقر مع الجنون، فالفقر معتبر في كل منهما. منها قول أحدها بالنسبة للمولودون بقى وإن سافروا، وإحنا قلنا بالنسبة للأصول الشرط فقر بس. طب بالنسبة بقى للفروع، أحدها أي أحد الثلاثة شرائط الفقر والصغر، أي الفقر مع الصغر، فالغني الكبير لا تجب نفقته، تفريع على المفهوم، ابنك الحمد لله تخرج وتوظف وبقى له تجارة وله دخل، وبقى الدخل ده يكفيه، يبقى لا يجب عليك أن تنفق عليه. فهمت بقى؟ أنا تخرجت واتجوزت ولحد ما حط الماجستير أبويا كان بينفق عليك، لأن كان دخلي قليل، الأطباء بياخدوا مرتبات ضعيفة جدا، واخد بالك إزاي؟ وبعدين بعد كده أبويا راح سابني ومات، وأنا يا دوب بسجل الدكتوراه، كنت عايز يكمل معايا ينفق عليا بقى لما خلص الدكتوراه، بس إيه ما تهنناش، مات الأب، فاضطريت إن أنا بقى أشتغل وأجتهد، عندي أسرة وعندي بتاع وعايز أخلص الدكتوراه وما عنديش عيادة، بدأنا نجتهد بقى ونستعين بالله ولا نعجز، لحد ما ربنا وفاه. لكن لو كان أبويا فضل عايش كان هيفضل ينفق عليا وأنا عندي خمس عيال لحد ما أخد الدكتوراه. فهمت ازاي؟ طالما انت لسه محتاج يعني. لكن لو بقى دخلك يكفيك خلاص بقى يشيل ايده. فهمت؟ يشيل ايده امتى؟ لما دخلك يكفيك. معروف ان الاطباء بينفق عليهم لحد ما ايه؟ ما يبقوا عندهم 35 سنة. يتخرجوا عندهم 25 سنة وينفق عليهم 10 سنين ابوه وامه. فاللي عنده ابن في كلية الطب لازم يعرف كده. لازم يعرف كده، عشان لو عرف كده يمكن ما يدخلوش كلية الطب. يقوم يحرم. لأنه لو ما أنفقش عليه العشر سنين دي هيعيش طول عمره طبيب بليد. ليه؟ لأنه ما ينتبه للكسب وهو ما تعلمش مش هيتعلم، وفي الآخر هينتهي بيه الأمر أنه هو يبقى عامل زي إيه؟ زي تمرجي الصحة، طبيب كده بيعالج إيه؟ الأمراض المشهورة وخلاص، وقاعد بيعك في صنايعه. يبقى مش شرط انه مجرد ان اتخرج، في اباء بيعملوا الحركه دي ودي غلط، ان الابن مجرد اتخرج يشيل ايده عنه، غلط، ما يشيلش ايده عنه لحد ما يبقى عنده كسب يكفيه، اول ما يبقى عنده كسب يكفيه خلاص يشيل ايده عنه. واضح؟ فدي نقطه مهمه. فالغني الكبير لا تجب نفقته، تفريع على المفهوم، لكنه اعتبر مفهوم الوصفين معا، والأنسب أن يأخذ مفهوم كل منهما على حدة، كأن يقول فالغني الصغير أو الفقير الكبير لا تجب نفقته، فالأول محترز الفقر والثاني محترز الصغر، ويحتاج الثاني إلى التقييد بعدم الزمن والجنون. وهكذا يقال فيما قاله في مفهوم الشرطين الآخرين. وقد استفيد مما تقدم أن الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب،
يعني الابن اتخرج وابوه جاب له وظيفه حلوه، وظيفه تليق بايه بمقامه وتدي له مرتب كافي، والواد لا عايز ينام في البيت برضه، وهو مش مريض نفسي ولا حاجه، ما هو ممكن يكون عنده مرض نفسي، ساعتها يبقى عجز نفسي يعالجه معلش، لكن هو الواد مبلطك كده وهو سليم معافى من كله، يبقى لا يجب عليه النفقه، يقول له خلاص انا مش هنفق عليك، عشان يضطر بهذه الصوره انه يخرج للحياه بقى ويشتغل. فهمت بقى؟ أن الولد القادر على الكسب بخلاف الأب القادر على الكسب ومش عايز يروح يشتغل، يجب على الابن ينفق عليه، ما يمتنعش. ليه؟ لعظم حق الأصل على الفرع. واضح؟ يعني افرض أنك أنت أبوك راجل يعني عنده صنعة كويسة، ولما بيشتغل بيكسب كويس أوي، وانت الحمد لله اتخرجت وبقيت راجل كويس وبتكسب كويس، جاء ابوك قال لك انا هبطل بقى شغل، انا خلاص كبرت هقعد في الجامع اعبد ربنا وانت انفق عليه، ما تقولوش لا اخرج انت اشتغل، لا تنفق عليه، يجب عليك تنفق عليه. خدت بالك؟ بخلاف بقى الابن الفرع، لا الفرع تقول له لا مش هنفق عليك، لكن ابوك ما تقولوش لا مش هنفق عليك. فهمت الفرق بقى؟ لعظم حق الاصل على الفرع. يبقى ابوه ما عندوش دم، يبقى ابوه ما عندوش دم بس، وفي الحاله دي ينفق على ابوه ربنا هيوسع عليه، ربنا ابتلى باب ما عندوش دم، خلاص هنعمل ايه؟ يجب عليه، هو ربنا ابتلى بالداء ده، ابوه ما عندوش دم مش شايف ظروف الابن، يقوم هو يعني ايه يتقاسم مع ابيه ما عنده من رزق، ويضيق على نفسه شوية عشان ينفق على أبي، ولما هيعمل كده ربنا هيوسع عليه، وأبوه بمرور الوقت لما يلاقي إن الولد بيضيق على نفسه هو قادر على الكسب هيقوم يشتغل، لكن ما يحرجش أبوه، لا يحرج أبيه. ده الكلام ده لما يبقى النفقة بتاعته ما تكفيش إلا لحاجات ضروريات، للضروريات. يعني لو ابوه هينفق عليه وياكل وجبه واحده، ياكل وجبه واحده وينفق على ابوه بدل ما ياكل ثلاث وجبات. فهمت؟ بدل ما يشتري كل صيف طقم وكل شتاء طقم، يشتري كل 10 سنين كسوه ممكن تعيش معاه كتير. فهمت ازاي؟ يعني انا هدومي ما بتدوبش، تصدق سبحان الله يا اخي، انا تفضل كده، انا بدله الفرح بتاعتي يا دوب زهقت من وجودها في الدولاب، صدقت بيها السنه اللي فاتت، بقى لها 30 سنه كل شويه البس ايه ده؟ ما بتدوبش ايه ده؟ وانا الحمد لله ما بتخنش، واخد بالك؟ فيعني الكسوه قصدي انت مش محتاج كل سنه تجيب كسوه، يعني كسوه تعيش مع البني ادم كتير طالما يعني بيستعملها كويس، ما بيمشيش على ركبه، بيحافظ عليها تعيش معاك كتير، لكن الاكل احتياجه كتير والدواء احتياج متجدد، فيبقى لازم تراعي مثل هذه الامور. فهنا بيقول ايه؟ استفيد مما تقدم ان الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته، يعني على والده، بل يكلف الكسب، بل قد يقال انه داخل في الغنى، في الغني المذكور أو في الغنى المذكور تنفع، ويستثنى ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي. يستثنى هنا بقى اللي مشتغل بعلم شرعي، زي حالتنا كنت أنا مشغول في الدكتوراه ومشغول في الماجستير وده أمر مشروع، يبقى ساعتها الأب ينفق عليه بقى علشان يتقن صنعته، مش شرط العلم الشرعي. يعني في الأزهر هو الطب مش علم شرعي؟ هي الهندسة مش علم شرعي؟ هي المحاسبة مش علم شرعي؟ كل العلوم اللي تخدم الناس علم شرعي، واضح؟ يبقى أي تخصص علم شرعي، فيبقى طول ما ابنك مشغول في علم شرعي تفضل تنفق عليه لحد ما يخلص العلم الشرعي بتاعه، واضح؟ لسه بتفتكر علم شرعي يعني إيه؟ يعني الأزهر بس والكليات كمان اللي النظرية اللي في الأزهر اللي هي أصول الدين الدعوة، لا كل ده علم شرعي، لأن المسلمين محتاجين كل أنواع العلوم.
واضح الكلام؟ ويرجى منه النجابة كمان. يعني مشغول في علم شرعي والولد لما بتوفر له المال والنفقة ويقعد يذاكر بينجح، يبقى ينفق بقى عليه. ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه منه، يعني لو سبته يتكسب هيمتنع من الاستمرار في العلم الشرعي ده، فيبقى لا انفق عليه بقى خليه يكمل. فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب، عشان ايه؟ ما يتعطلش. قوله وذكر المصنف السبب الثاني اي الذي هو ملك اليمين، وانما اضيف لليمين مع ان الملك للذات لان بها الاخذ والاعطاء، هنقف عليها ان شاء الله يوم الاثنين القادم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.